أنا غفران محمد من سوريا الشام، عمري 18 سنة. بحب الحياة كتير ومغامرة. هدف الحياة أني أصير اسم كتير مشهور بعالم الأزياء. بتفرج على المجلات، على التلفزيون، يعني هيك بطلع على شغلات صارت تحببني بمجال الأزياء. بحب أتعامل مع فنانين معروفين، صر مثلهم يعني. ما بعرف، هيك بحس عالم مختلف. فك حسيتها أكثر حيوية، نشاط، كلها حركة. أنا حياتي فاضية غير العالم، يعني ما فيها شيء مفيد. فكرة التصميم وهيك خلاني أهرب من حياتي الفاضية. بتخيل أشياء تانية بتخليني أنسى العالم اللي أنا فيه. الحياة صعبة، بس في شيء مر وشيء حلو. بتخيل انه هيك بدي اصمم شيء الي خاص الي، انه مثل فستان عروس، انه بتخيل عملت فستان عرسي مثل الملكات، هيك قبعة عالية فرش.